بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. فذكر المؤلف رحمه الله وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثاراً إذا كانت منافعه آثارا أي باقية، فلو أعاره شاة لبنيها لم يصح، يعني تكون الآثار باقية ما تغير أو تذهب، باعتبار أنه مثلا اللبن يذهب، لكن مثلا إعارة السيارة آثارها باقية اللي هو الركوب وغيرها، يعني السيارة ما راح تختفي مثلا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، لأن العارية هي عقد جائز، فممكن يحدد بوقت إعارة السيارة بوقت لمدة شهر مثلا، ممكن تكون مطلقة، وممكن أنه يفسخ العقد متى شاء، وهي مضمونة لأنه قد ورد، أي أن العارية تكون مضمونة من قبل المستعير اللي يستعير حاجة، تكون هاي بضمانته إذا صار بها تلف أو صار بها شيء من غير تقصير أو بتقصير منه يضمنها. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن أمية درعا، فقال له: أغصب يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، وذلك إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، أما المأذون فيه فلا ضمان، يعني كما ذكرنا أنه استخدام بدون تقصير وصار بها خلل، مثلا استعار سيارة من صديقة، فالسيارة صار بها خلل أو تلفت أو احترقت، إذا كان بتقصير من الشخص يضمنها، إذا كان بدون تقصير جت جائحة من السماء أو ما أشبه ذلك يكون يعني ما عليها ضمان بقيمتها. الضمان يكون بقيمتها يوم تلفها، يوم تلفت هي مثلا هو وراء شهرين ثلاثة استعار سيارة وراء شهرين ثلاثة تلفت بتقصير من عندها، يضمنها بذلك اليوم باعتبار وراء مدة هي إما هذه الحاجة إما تصعد سعرها أو ينزل، فيكون التقييم على يوم التلف. فصل في الغصب، وهو الاستيلاء ظلما مجاهرة على حق الغير ولو منفعة، وهو كبيرة من الكبائر، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ووردت أحاديث أيضا كثيرة في ذم وتحريم الظلم والغصب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ذكر المؤلف رحمه الله: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه. الأرش هو ما يدفع بين السلامة والعيب، كمن غصب ثوبا ولبسه فنغص بلبسه أو نغص بخرق أو حرق. نعم، يعني اللي يغصب مال يجب عليه أن يرجعه، يغصب حاجة ظلما وجبرا يجب عليه ردها ويدفع أيضا تعويض النقص. المقصود هو إرش نقصه، يعني شو إحنا نقول تعويض النقص، مثلا اختصب سيارة والسيارة رجعت فيها خلل وفيها ضرر، يدفع تعويض على ذلك، وإجرة مثله، وذلك بسبب توفيت المنافع على المالك. نعم، يعني مثلا هو أخذ سيارة من شخص جبرا اغتصبها، وهذه السيارة هي أيضا تقوم بأعمال، مثلا بأعمال أجرة، بأعمال نقل أو غيرها، هنا يدفع أيضا الأجرة مال هاي المدة، لأن هاي تضرر، صاحب السيارة تضرر لأن كان يأتيه منها منافع وموارد. فإن تلف ضامنه بمثله، تلفت هاي السيارة مثلا
يضمنها بمثل هاي السيارة بنفس المواصفات يكون الضمان، إن كان له مثل وبقيمته إن لم يكن له مثل. يعني هو أخذ سيارة غصبا وجبرا وتلفت هاي السيارة، هاي السيارة إذا أكو مثلها يجيب له واحدة مثلها، إذا ما أكو مثل هاي السيارة مثل هو مستوردة خصيصا أو هكذا يضمن قيمتها. لكن لصاحب الحق صاحب السيارة ممكن أنه يرضى بكل الأحوال بالقيمة، يقول أعطيني قيمتها وروح ما بيشين هذا حقه. نعم، وبقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. يعني قصر سعر هاي السيارة على شيء، مثلا صعدت هي وبعدين نزلت، تحسب على يوم الصعود عقوبة لهذا المعتدي والمغتصب. فصل في الشفعة. والمراد بالشفعة، المراد بالشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. والشفعة فيها معنى دفع ضرر مونة القسمة واستحداث المرافق المصعد والمنوار. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل في الشفعة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يستأذن من شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك، فإذا باع ولم يؤذنه يعني ما أخبره فهو أحق به. فالشفعة أكو اثنين مشتركين في بيت مثلا على سبيل المثال، فهذا الشريك هو أحق إذا أراد الشريك الثاني بيع، هذا الشريك هو أحق بهذا النصف الثاني ولا يجوز له أن يبيعه إلى آخر إلا بعد أخذ الإذن منه. كذلك بالنسبة إذا كان عند الشريك سابق وهذا الشريك أيضا له حق إن أراد، فذكر المؤلف رحمه الله والشفعة واجبة بالخلطة، يعني اثنين مثل ما ذكرنا اثنين مشتركين فإراد يبيع النصف الأول أو النصف الثاني فلازم يستأذن، إذا باعها الغيرة فتكون واجبة الرجوع إلى الشريك الأول أو الشريك الثاني. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم، يعني بالنسبة للجيران ما لهم حق في الشفعة لكن لهم مثل ما نقول أولوية، يعني مو ملزم. يعني بالنسبة للجيران مثلا جيرانهم إذا أراد أن يبيع هم ما لهم حق أنه يفرضون عليه أنه لازم يبيع حائلهم، لكن أدبيا يستأذنهم إذا لكم رغبة في شراء البيت أنتم أولى ولا تكون لكم رغبة، هذا أدبيا وليس ملزم. فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، فتكون الشفعة فيما القابل للانقسام، مثلا هو بيت كبير أو أرض كبيرة ممكن أنه يقسم، أما اللي ما ينقسم فهذا يعني لا تكون فيه الشفعة، يعني بيت صغير أو مثلا محل صغير فهذا بالقسمة يبطل المقصود منه. وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار الشفعة تكون في ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره كالحمام الكبير والبناء والشجر تبعا للأرض، أما الأشياء تنقل فلا شفع فيها بالثمن الذي وقع عليه البيع. يعني شريك باع حصته الآخر فهذا الشريك راد أنه يشفع ويأخذ هاي، تكون بنفس الثمن اللي انباعت به من غير زيادة ولا نقصان، وهي على الفور، أي الشفعة تجب على الفور، يعني على الفور لابد أن يعود هذا المبيع إلى
صاحب الشفع اللي هو الشريك، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. ها إذا هذا الشريك اللي يرادها وراد يتشفع بها ظل يأخر، بعد أسبوع أعطي الفلوس وبعد فترة أجيب لكم وما جابها، ظل يأخر مع القدرة بطلت الشفعة ويستمر البيع. وإذا تزوج امرأة على شخص، والمقصود بالشخص اسم للقطعة من الأرض، يعني النصف من الأرض أو جزء من الأرض، وإذا تزوج امرأة على شخص أي جزء من الأرض أخذه الشفيع بمهر المثل. واحد يتزوج امرأة على جزء من الأرض لكن هو عنده شريك، فهذا النصف إعطاء مهر، هنا أيضا لا يجوز، الشريك الأول لحق يأخذ هذا القسم الثاني شفعة ويدفع للمرأة مهر المثل. وإذا كان الشفعاء أو جماعة استحقوها على قدر الأبلاغ، يعني على أسهم كل واحد يأخذون أسهم بالتساوي، إذا كانوا عدة شركاء تتقسم عليهم بالتساوي. فصل في القراض، ويسمى عند بعض الفقهاء المضاربة أيضا، وهو عقد يقتضي أن يدفع المالك مالا إلى آخر ليتجر به والربح بينهما. شخص عنده مال بس ما عنده مجال يتاجر، يدفع المال إلى شخص آخر، الشخص الآخر يقوم بأعمال التجارة والربح بينهما، وهو عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء. ذكر المؤلف رحمه الله: وللقراض أربعة شروط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. يقصد على ناض أن يكون نقد مضروب، فلا يصح لا عروض ولا فلوس ولا تبر ولا مقشوش بالاتفاق. طبعا الآن على رأي الفقهاء أن الأموال والفلوس هذه النقدية تقوم مقام النقد المضروب، فيكون على ناض من الدراهم والدنانير، يعني من الذهب والفضة المقصود به، وأيضا الفلوس. ويأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، يعني من ينطيه المال يقول له هذا المال تاجر به والربح بالنصف، يكون ينطيه إذن بالتصرف مطلق، مو يفرض عليه شروط، يعني راح يؤدي إلى تحديد عمل اللي العامل الذي سيقوم بالتجارة، ويكون يعني مؤدات إلى المشاكل بينهما، إذن له بالتصرف مطلق، فلا يقيده بشرط كي يقول له لا تشتري أو لا تبيع إلا بمشورتي، لا يجوز ذلك، لابد أن تكون الثقة بينهما عالية، أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. يعني هو كما ذكرنا أنه أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، وكذلك أن يكون فيما لا ينقطع وجوده غالبا، كشيء نادر كالياقوت الأحمر والخيل النادر. نعم، يعني ما يكون أنه التجارة اتفاق التجارة على الأشياء النادرة، لأن هاي الأشياء النادرة يكون الربح فيها نادر وليس لها يشتري إلا قليل، وأن يشترط له جزء معلوم من الربح. نعم، أنه يتفقون يكون ربح الشخص من يعطي أموال الشخص يتاجر به، يتفق أنه إلى جزء من الربح حسب اتفاقه، كنصف أو ثلث، فلا يجوز تعيين شيء محدد. مثلا في التجارة تكون في ثمار معينة، فيقول له أنت الربح مالك يكون من ثمرة كذا وكذا، لا، لأن هذا قد لا يحصل ربح من هذا الثمر المعين أو من هذا التحديد المعين، قد لا يحصل أرباح، فيكون الاتفاق الربح يكون على من المال، وأن يشرط له جزء معلومة من الربح، ولا يقدر بمدة لاحتمال عدم حصول الربح فيها،
أيضا ما يقول أنت هاي فترة الشراكة بيننا هي لمدة 3 أشهر أو سنة، ممكن هذه البضاعة بهاي 3 أشهر أو 6 أشهر لا تربح ولا تباع، يراد لها وقت أكثر، إذا راح تكون إشكالية، فلا يقدر بمدة ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. إذا صار اعتداء أو تقصير من قبل العامل يضمن، إذا ما صار لا ضمان عليه، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران. نعم، يعني صار مرة بضاعة صار بها ربح، مرة بضاعة صار بها خسران، يكون توازن وجبر، الربح على الخسارة تضاف ويجبر من الربح والخسران. فإذا حصل خسران فقط فعلى صاحب المال ولا شيء على العامل. فصل في المساقات، وهي عقد يتضمن معاملة الشخص، نعم، وهي عقد يتضمن معاملة الشخص غيره على شجر عنب أو نخيل، يتعهد بالسقي والتربية ويكون له قدر معلوم من الثمر. ولما كان الساقي أنفع الأعمال اشتق منه اسم العقد. إذا سبب تسميته بالمساقاة مأخوذ من السقي، لأن بالسقي هو يكون أنه صلاح الثمار. والمساقات جائزة على النخل والكرم، ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، وهذه المدة يكون فيها مطلقة، لأن عقد لازم فأشبه الإجارة، ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته. يعني لابد بالمساقة من تحديد وقت، يعني عادة التمر يكون بالصيف، فمن يصير اتفاق فترة الصيف اللي يكون فيها التمر جاهز، ومعلوم أن التمر نضوج التمر ووقت بيعه معلوم هذا، فيكون اتفاق بهذا الشكل. والثاني أن يعين للعامل جزء معلوم من الثمر كالثلث، مثلا ثلث الثمر أو ثلث التمر يكون للعامل، مو يحدد له شجرات يقول له أنت إليك هذه الشجرة وهذه الشجرة، لا، لأن هذه الشجرات قد لا تثمر، قد يصيبها ضرر. فأفضل شيء هو يعين له جزء من الثمر كثلث أو ربع أو نصف حسب الاتفاق بينهم. ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود دفعه إلى الثمر فهو على العامل، اللي هو متابعة الثمر وتقليم الشجر والأرض، ترتيب الأرض، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال، على رب المال كبناء حيطان وحفر نهر ونصب دولاب وآلات العمل كالفأس والمنجل الأجهزة المطورات اللي تسقي، هاي كلها على رب المال. وتعريف الإجارة هي عقد يقتضي تمليك منفعة، عقد يقتضي تمليك منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم. فالإجارة هي تمليك، أي من أراد أن يؤجر شيئا، محل أو بيت أو سيارة، فليس تمليك العين إنما تمليك المنفعة. فمن يؤجر بيت سيتملك منفعة السكن، مؤجر محل للتجارة سيتملك منفعة عرض البضاعة في هذا المحل. يقتضي تمليك منفعة معلومة مباحة أيضا، فلا يجوز التأجير لأشياء غير مباحة كمحل خمور وغيرها بعوض معلوم. يكون تحديد العوض في الإجارة هذا شرط، لأنه دائما إذا كان هناك إخفاء في عملية العقود والمبايعات فهذا راح يكون يؤدي إلى المشاكل. فمن يكون العوض معلوم ومعلومة والبدائل معلومة، يكون العمل واضح من الأصل ولا تحدث مشاكل.
فذكر المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما أمكن انتفاع به مع بقاء عينه صح تجارته. فهنا أي شيء يمكن الانتفاع به، فالأشياء التي لا ينفع بها فهذه لا يصح إجارتها مع بقاء عينها. يشترط أيضا في الأشياء عينها تبقى، يعني الأشياء التي تستهلك لا يصح إجارتها. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحة إجارته. إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل، فتكون المنفعة هي مقدرة واضحة بأحد أمرين، بمدة معينة لمدة سنة أو أكثر، أو عمل، يعني يكون عمل لبيع كمية محددة مثل وقت التمر، يعني مدة نزول التمر وهكذا. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، إنه إذا ما اتفق، ما تم الاتفاق على أجرة معينة، فهنا يقتضي تعجيل الأجرة، أنه تدفع أجرة مقدما. نعم، بعض الناس يؤجرون بأجرة مقدما، وبعضهم في الأخير، مثلا إذا كان إيجار شهري، منهم من يأخذ الأجرة في البداية ومنهم نهاية الشهر. لكن إذا أطلقت، هنا يقتضي ويفهم أنه تعجيل الأجرة، إلا أن يشرط التأجيل. إذا اتفقوا فيما بينهم على تأجيل دفع المبلغ الأجرة إلى النهاية فلا بأس بذلك، أو إلى نهاية الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين. نعم، لا تبطل بموت أحد المتعاقدين، لأن الإجارة هي عقد معاوضة على شيء يقبل النقل، وليس لأحد المتعاقدين فسخه بلا عذر. يعني الإجارة إذا مات أحد المستأجر أو المؤجر، فهنا لا تنفسخ ولا تبطل، باعتبار أنها ستتحول إلى الورثة، ممكن تحويلها إلى الورثة. فإذا مات أحدهما ممكن أيضا الورثة يتفقون، مثلا إذا رغبوا في قطع الإجارة ممكن، حسب الاتفاق فيما بينهم. وتبطل بتلف العين المستأجرة. نعم، مثلا واحد أجر بيت والبيت احترق بدون تقصير، فهنا بطل الإيجار. ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، مثلا احترق البيت اللي مجرى لا سمح الله بتماس كهربائي أو بجائحة من السماء، هنا المستأجر لا ضمان عليه إلا بعدوان، يعني هو تقصير من عنده، صار خلل في البيت أو احترق، فهنا يجب عليه الضمان. فصل ذكر المؤلف رحمه الله فصل في الجعالة، وهي التزام مطلق التصرف. في تعريفها هي التزام مطلق التصرف عوضا معلوما لشخص معين أو غير معين على عمل معلوم أو مجهول. وهو وضح لنا في الجعالة ومفهومه: والجعالة جائزة هو أن يشرط في رد ضالته عوضا معلوما. بالنسبة للجعالة، هو أنه مثلا شخص ضيع شيء فقال: من وجد ضالتي فله عوض كذا، وله هدية كذا، وله مبلغ كذا. هذه هي الجعالة، أي يجعل لشخص معين على عمل معلوم أو مجهول ينطيه عوض مالي. وهذا أيضا فيه دليل من السنة النبوية، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على سفر، فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فرقاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بالفاتحة على قطيع من غنم، فشفي فأخذوا الجعل، ثم توقفوا في ذلك فقالوا: كيف نأخذ أجرا على كتاب الله؟ فلما قدموا المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أيدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعل وهو قطيع من الغنم مقابل قراءة الفاتحة والرقية. وهذا أيضا فيه دليل على جواز، يستدل العلماء بهذا الحديث على جواز أخذ المال والأجرة على الرقية. والجعالة جائزة وهو أن يشرط في رد ضالته عوضا معلوما، فإن كان مجهولا فهو فاسد. يعني إذا كان العوض مجهول لا يصح. لماذا؟ لأنه يعني يمكن راح من يجد الضالة يصير اختلاف على المبلغ، يقول هذا مبلغ قليل، ذاك يقول يصير مشكلة. فمن البداية حدد المبلغ حتى لا تكون هناك خلاف ومنازعة. فإذا ردها راد استحق ذلك العوض المشروط. نعم، يعني شخص آخر ردها، مو هذا الشخص المكلف، يعني يستحق نفس المبلغ ونفس الهدية. فإذا اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل ويقسم بينهم بالسوية. نعم. فصل في المزارعة والمخابرة. والمزارعة هي معاملة المالك، في تعريفها طبعا، المزارعة هي معاملة المالك غيره على أرض ليزرعها ببعض ما يخرج منها كالثلث والبذر من المالك، وهي ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. فالمزارعة شخص عنده أرض فيعطيها لشخص يزرعها ويكون الثلث على ثلث، والبذر من المالك. فهنا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد. ف يعني ممكن انه يكون طريقة اخرى، يعني هذه الطريقة هي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن ممكن طريقة اخرى يكون فيه التخلص من حرمة المزارعة الى الإباحة. و يعني بالنسبة للمالك ممكن أنه يأجر عامل، يعني على اتفاق معين يأجره ولا يتفق عليه معه على ثلث من المال، هكذا يعني يكون أجير هذا العامل. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله، وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجوز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز ذلك. يعني مثل ما ذكرنا ممكن أنه يأجر الأرض لشخص بذهب أو فضة، أو يكون اتفاق بينهما على طعام معلوم، والمعلوم هو يكون معلوم القدر والجنس والنوع والصفة، هكذا. فصل في إحياء الموات. ومقصود بإحياء الموات الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ف عندما تكون أرض ليس لها صاحب في الريف، دائما تكون هذه الأراضي في الريف وخارج المدن ويكون ليس لها صاحب، فهو هذا المقصود بإحياء الموات. وإحياء الموات جائز، يعني أرض ليس لها صاحب يذهب شخص لإحيائها بالزراعة والإعمار. وإحياء الموات جائز بل هو مستحب طبعا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرض الميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو صدقة. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، طبعا إذا جاء شخص غير مسلم لا يجوز له أن يسيطر وأن يستثمر في أرض المسلمين، لأن المسلمين أولى بها. وإن تكون الأرض
حرة لم يجر عليها ملك لمسلم، يعني تكون هاي الأرض حرة، هي مو مملوكة لشخص مسلم ولا مستثمرها شخص مسلم قبله. فإذا كان كذلك يعني تعود لشخص بالاستثمار أو بالاستملاك، لا يجوز يكون الأحياء عليها. وصفة الأحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، يعني مثلا في الأرض الزراعية يحوطها بتراب أو بهذا السيم اللي يستخدم في خارج المدن، وإذا كان بيت ممكن في تحويطه ب يعني حائط. فهذا هو المقصود. وصفة الإحياء يعني كيف يحيي الأرض، كيف يسيطر عليها. ما كان في العادة عمارة للمحيا، شنو اللي هو في العادة يكون هذا باعتبار أنه هذا هو الآن استخدمه واستثمرها، دائما يكون هو يعني وضع سياج أو حائط يسيطر فيه. مثلا إذا كانت في مزرعة يخلي تراب يحوطها بالتراب، نعم. ويجب بذل الماء بثلاثة شراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. ويجب بذل الماء بثلاث شرائط، أن يفضل عن حاجته. إذا كان فاضل عن حاجته يجب أنه ما يمنع هذا الماء، وإن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته. أيضا إذا كان شخص محتاج إلى الماء وإنت عندك الماء زائد يجب أن تعطيه، وإن يكون الماء يستخلف في بئر، وإن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، نعم يكون أنه مستخرج من بئر أو عين، نعم. وهذا بذل الماء مثل ما ذكرنا لنفسه أو لبهيمته، نعم. وإنما وجب ذلك لأنه لحرمة الروح الماشية وكذلك للإنسان عندما يحتاج إليه، هكذا يكون بذل الماء بهذه الشراطة الثلاثة. فصل في الوقف. الوقف تعريفه هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف المباح موجود، هذا هو تعريف الوقوف، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. فالوقوف عندما شخص يوقف شيء يشترط في هذا الوقوف أن يكون يمكن الانتفاع به. فالأشياء التي لا ينتفع بها مثل آلات الأغاني وغيرها هذا لا يجوز وقفه مع بقاء عينه، يعني يجب أن يكون يعني مو مثلا طعام يذهب. والوقف جائز بثلاثة شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، نعم هذا الشرط الأول، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. فما فائدة الوقف إذا كان لا ينتفع به أو عين الوقف لا تبقى، فهذا لا فائدة فيه. وأن يكون على أصل موجود، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني مثلا هو عندما يوقف بيت أو شيء أو مزرعة أو أي شيء، أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني مثلا وقف على أولاده، وقف على الفقراء، وقف على طلاب العلم، وقف على مساجد هذه المدينة المعينة مثلا. فلا يكون الوقف مطلق من غير تعيين، لأن هذا أيضا راح يكون ما بفائدة مطلق، ممكن يوقف وقف إلى بيت المسلمين وهكذا. المهم يكون الوقف على أصل موجود معلوم وفرع لا ينقطع، مثلا على الفقراء، من الفقراء الموجودون في، وطلاب العلم كذلك في كل وقت، ولا يكون في محظور أكيد طبعا، أي محرم كعمارة الكنائس وأشياء محرمة محظورة كدور له وخمور وأشياء
لا منفعة فيها فلا يجوز ذلك. وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل، يعني على حسب شرط الواقف، مثلا يقول وقفت هذا الدار أو هذه المزرعة على أولادي لأحدهما نصف ولأحدهما ربع، ممكن ذلك، هو هذا شرط الواقف. أو وقفت هذه المزرعة إلى الفقراء من في مدينة كذا، يحدد المدينة مثلا. وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل، له الحق في ذلك، كقوله بشرط أن يصرف لزيد 100 ولعمرو 50. فصل في الهبة، وهي تمليك بلا عوض، وتشمل الهبة الصدقة وهي تمليك لاحتياج أو لثواب آخرة، والهدية وهي تمليك إكراما له وتوددا، تمليك لشخص إكراما. إذن الهبة تشمل الصدقة والهدية أيضا، ولا بد في صحة الهبة من إيجاب وقبول بخلاف الهدية والصدقة، فيكفي فيها الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله وكل ما جاز بيعه جازت هبته، تلاحظون. إذن ما يجوز بيعه تجوز هبته. الشروط التي توافرت في البيع هي نفسها، إذا توافرت ممكن الهبة، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. يعني واحد قال الواحد راح أجيب لك هدية أو هبة أو صدقة، فهذا الكلام ملازم، فيكون الإلزام بالقبض، لما روى أحمد والحاكم في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثم قال لأم سلمة: إني لا أرى النجاشي قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك، فكان كذلك. نعم، فإذا من القبض تلزم الهدية، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها. واحد أعطى هدية أو هبة لشخص وقبضها المقابل، فلا يجوز الرجوع فيها ما دام قبضها. يعني في ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد، العائد في هبته كالعائد في قيئه. يعني هذا حديث مشهور للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعني بعض الناس ينطي هدية، ينطي صدقة، ينطي ويتراجع فيها، هذا لا يجوز إلا أن يكون والد. نعم، إلا أن يكون والد. الوالد إذا أعطى الابن يحق له أن يعود في هذه الهبة والهدية. طبعا أيضا هناك كراهة في هذا الجانب، وفي ذلك دليل أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمراقب ولورثته من بعده. والمقصود وإذا أعمر شيئا أو أرقبه، كان قال: أرقبتك هذه الدار، أي جعلتها لك رقبة، فإن مت قبلي عادت لي، وإن مت قبلك استقرت لك، والرقبة من الرقوب، فكل منهما يرقب موت الآخر، يعني من المراقبة. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه، أعمر شيئا كان قال: أعمرتك داري، أي جعلتها لك عمرك. وإن أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. طبعا في ذلك حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان منه يعني استخراج هذا الحكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم، فصل
في اللقطة. إن شاء الله في المحاضرة والدرس القادم نكمل اللقطة، فيه تفصيل أيضا، موضوع واسع وفيه تفصيل، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنصل إلى كتاب الفرائض، نختم في المحاضرة القادمة كتاب البيوع إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.